الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في سننه، وما زلنا مع كتاب الحيض والاستحاضة. قال رحمه الله في الباب الثالث عشر، قال: باب الطهر كيف هو؟ باب الطهر كيف هو؟ قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة أنها قالت رحمه الله جميعا، أنها قالت: كانت عائشة رضي الله عنها تنهى النساء أن ينظرن ليلا في المحيض، وتقول: إنه قد يكون الصفرة والكدرة. ثم قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن مولاة عمرة أنها قالت: كانت عمرة تأمر النساء ألا يغتسلن حتى تخرج القطنة بيضاء. ثم قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن يوسف، قال سفيان: الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض، وكل شيء رأته على أيام الحيض من دم أو كدرة أو صفرة فهي مستحاضة. سئل عبد الله: تأخذ بقول سفيان؟ قال: نعم. ثم قال رحمه الله: أخبرنا يعلى عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن صاحبته فاطمة بنت محمد، قال: وكانت في حجر عمرة، قالت: أرسلت امرأة من قريش إلى عمرة بكرصفة قطن فيها كالصفرة، تسألها: هل ترى إذا لم ترى المرأة من الحيضة إلا هذا أن قد طهرت؟ فقالت: لا، حتى ترى البياض خالصة. طيب، هنا في الكلام الأول، عمرة قالت رجعت سنة فيها محمد بن عيسى طباع، وابن علية هو إسماعيل بن علية بن إبراهيم ثقة ثبت أمين. نعم، عبد الرحمن وابن إسحاق وابن عبد الله بن حارث بن كنان العمري القرشي يقال له عبدان، عباد بن إسحاق صدوق رمي بالقدر، عبد الله بن أبي بكر هو ابن عمرو بن حزم ثقة، وعمرة هي مولاة عائشة أم المؤمنين ومن السبع المكثرين. نعم، قالت كانت عمرة تأمر النساء لا يغتسلن حتى تخرج القطنة بيضاء، بيضاء بالقصة البيضاء يعني، ليس الجفوف. الجفوف هو أنها لو أجلكم الله دخلت القطنة تخرج جافة ليس فيها شيء، هذا الجفوف ليس فيها أثر شيء. والقصة البيضاء هي السائل الأبيض، ليس شرط أن يكون أبيض أبيض، لكن هو يكون كالماء أو يعني له صفات البيضاء. ورجال السند محمد بن عيسى، احمد بن زيد، وحمد بن سعيد، كلهم ائمه ثقات. وعمره اسمها ريطه، مولاه عمره اسمها ريطه الحنيه، وهي لها روايه. ورجال السند محمد بن يوسف الفريابي سفيان الثوري هو ثقه ثبت امين كما تعلمون. اخذنا حديث عمره: ارسلت امراه من قريش الى عمره كرسفه، صح؟ قطن فيها كالصفره، تسأله: هل ترى إذا لم ترى المرأة الحيضة إلا هذا أن قد طهرت؟ فقالت: لا، حتى ترى البياض خالصا. هذه المسألة وهي طهر المرأة. طهر المرأة معروف أن طهر المرأة إما أن يكون طهر، الأصل في طهر المرأة هو البيضاء، القصة البيضاء، وهذا سيأتي مزيد من شرحه. يعني طهر المرأة أولا، كلما يعني المسألة الأولى طهر المرأة يعرف بالقصة البيضاء والسائل الأبيض، ده الأصل في هذا الباب. يأتي الدم أسود محتدم حار، يعرف له رائحة، يعرف، ثم بعد ذلك يخف حتى يكون صفرة وكدرة، ثم يخف حتى يكون قريب من البياض، ثم يحدث شفاف، ثم بعد ذلك يرخي الرحم السائل الأبيض. فإذا دخلت القطنة أجلكم الله وجدت فيه البياض، هذا السائل الابيض، هذا السائل الابيض. والاصل فيه قول عائشه رضي الله عنها وارضاها: لا تعجلن حتى ترين القصه البيضاء. ياتوا بالكرسف فيه، كنا ياتينا بالكرسف فيه الصفره والكدره، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصه البيضاء، اللي هو السائل الابيض. فاذا الاصل في الطهر هذا، او الجفاف لقول تعالى: يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الدم وترى القصه البيضاء، او ترى الجفاف فما يطهرن، فكانه قال انقطاع الدم طهر، وده اللي قاله ابن حزم وقاله غيره: انقطاع الدم طهر. والمعنى هنا انقطاع الدم لا يكون انقطاعا الا ايه؟ انقطاع الدم لا يكون انقطاعا الا النساء. بقى هنا انا اريد جواب يا رب يا رب. شوف الاخوه هنا والاخوات، وانت عندك النت، قصدي بتاع عندك لا 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 لا
مش وقتك خالص، مش وقتك خالص. الجفاف، يقولون بالجفاف. قط شوف يقولون قال يسألك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط. هذه هتموتني، هي هتموتني وانت هتموتني. انقطاع الدم يدل على الجفاف، يدل على الجفاف. إذا قال يسألك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط، انقطاع الدم يدل على الجفاف، وهذا هو الأصل في هذا الباب. هكذا يقول ها؟ هكذا يقول، هذا هو، فيدل على الجفاف في هذا الباب. صوت هذا معناها يقولون صوت القلوب. نعم، يقولون حقا المختصون يقولون معناها أنها في سعادة تامة. هذا الصوت الذي تخرجه الآن تسمعه يقول هي في سعادة تامة الآن. والله ولا نحن عليها أكثر من ذلك حتى. نعم، فإذا نقول بأنه الطهر عندهم في هذا الباب هو الجفاف، وهذه الطريقة، وهذا الأمر الثاني الذي يكون فيه الطهر. غير ذلك الصفرة والقدرة ليست طهرا، الصفرة والقدرة ليست طهرا. فلذلك قال الثوري الصفرة والقدرة أيام الحيض حيض. وهذه المسألة الثانية، والمسألة الثانية هي حكم الصفرة والقدرة. الصفرة والقدرة وقت الحيض بعد الطهر قبل نزول الحيض، هذا خلاف عليه بين العلماء. بعضهم يرى أنها في زمن الحيض قبل نزول الدم أنها حيض، وأنها في زمن الحيض من باب أولى. أما في الباب في بعد نزول الدم فهي حيض باتفاق. الصفرة والقدرة بعد نزول الدم في زمن الحيض حيض، وبعد الطهر باتفاق أنها لا تعتبر. للحديث الظاهر عن معطية قالت كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الصفرة والطهرة بعد والقدرة بعد الطهر شيئا. وقبل نزول الدم الراجح صحيح أنها لا تكون حيضا، هي حيض لا تكون حيضا إلا في زمن الحيض. الصفرة والقدرة لا تكون حيضا إلا في زمن الحيض. الفوائد المستنبطة يقولون أخذنا أربعة. إيه؟ إذا حتى نأخذ الخمس يقولون أخذنا أربعة. أربعة حديث؟ طب هات الخمس. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي عن يزيد بن زريع قال أنه قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثتني فاطمة عن أسماء رضي الله عنها وعنهم جميعا قال عن أسماء أنها قالت كنا نكون في حجرها فكانت إحدانا تحيض ثم تطهر فتغتسل وتصلي ثم تنكسها الصفرة اليسيرة فتأمرنا أن نعتذر الصلاة حتى لا نرى إلا البياض خالصا. لا هات الحديث تاني. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي عن يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثتني فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت كنا نكون في حجرها فكانت إحدانا تحيض ثم تطهر فتغتسل وتصلي ثم تنكسها الصفرة اليسيرة فتأمرنا أن نعتذر الصلاة حتى لا نرى إلا البياض خالصا. نعم، هذه الأثر هي دليل لمن يقول بأن الصفرة والقدرة في كل أحوالها أنها حيض، ولذلك قال تعتذر الصلاة إذا كانت الصفرة والقدرة، والصحيح أن الصفرة والقدرة ليست حيضا. الأمر الثاني يمكن يشوش علينا في هذا الباب أنها كانت تجتهد فتغتسل وهي لم ترى الطهر، لذلك الصفرة والقدرة جاءتها فلم ترى الطهر. فنقول في حديث أسماء تفسير على وجهين. الوجه الأول أن قولها في الصفرة والقدرة على الظاهر أنها تعدها من الحيض، وأنه لما أتاها الصفرة والقدرة قالت تعتزل الصلاة حتى تطهر، أو أنها ترى في ذلك نعم أن الصفرة والقدرة في هذا الباب رضي الله عنك أيمن. أما الصفرة والقدرة ففي هذا أن الصفرة والقدرة يعني في زمن الحيض حيض، وأنها بعد رؤية الطهر لا عبرة بها. فهو ده مستنبطة كما قلت أحكام خاصة في المرأة إعزاز من الإسلام للمرأة. الأمر الثاني أن المختلط فيه أو المتنازع فيه الأقرب للسنة في هذا الباب على التأصيل. الأصل أن الحيض
الحيض هو الدم والسفره القطره ليست دما، فهي ليست حيض الا في زمن الحيض، لانه يخف الدم حتى يكون سفره وقطره. وجهزه فقط بجد. طيب انه عشان الفتاوى الساعه 11 ونص. يا ليتني كنت قطه. يا ليتني كنت قطه. ها لكن الله يديك. انا ليس بيدي هديك شيء، انت الذي ترى ما يحدث. وهذه من خلق. هي من خلق الله حقا. تبقى فائده. نعم. العلم اتقانه في البيوع او الفقه اتقانه في البيوع فيه وفي الحيض، لانه من اشكل ابواب. يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فان الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.